كابتن بلال، الاهلي قدر انه يخرج من المباراه بدون اي اهداف في مرمى، هل نقطه زي دي ممكن تكون سبب قوي في صعود النادي الاهلي ايضا، زي ما جاب هدفين زي ما استقبلش اهداف؟ شوف، في فرق كبير جدا في المستوى ما بين فريق النادي الاهلي وفريق الفريق الاسيوي، فرق كبير جدا في المستوى، فرق في الاعداد البدني، فرق في طبيعه اداء اللاعبين داخل الملعب، فرق حتى كمان في التاكتكس ما بين كابتن محمد يوسف والمدير الفني بتاع الفريق الاسيوبي. انت بتلعب فرقه جايه بتلعب في ملعبك، بتحاول ان هي تكتسب ثقه امام النادي الاهلي، فقط تغيير. يعني احنا شفناه من الشوط الاول يمكن زيرو اون تارجت، ما فيش ولا كره على ولا شوط على المرمى، بتلاقي الفريق فقط بيحاول ان هو يستحوذ، بيحاول ان هو يضيع الوقت طول المباراه، ما عندوش استراتيجي هجوميه موجوده يا كابتن. ما شفناش الكلام ده خالص داخل الملعب، غير ان هو بس عايز ينقل الكره من ناحيه اليمين للشمال، عايز يمسك الكره ويعمل ينفذ عمليه الاستحواذ ويخلي نفسه شكل كويس، بحيث ان هو في انتظار 90 دقيقه ثانيه مختلفه. صحيح. فالنادي الاهلي النهارده يمكن الهدفين، ودي قيمه الاهداف بقى. تمام. النهارده لما بتلعب في افريقيا غير ما بتلعب في الدوري العام، بتلعب في افريقيا وبقى عندك حاجه اسمها قيمه الاهداف بتاعتك. كل هدف بتسجله بيحسب لك. مزبوط. كل فرصه بتضيعها بتحسب عليك. النادي الاهلي النهارده اضاع اكثر من فرصه محققه جدا للاهداف. الكلام ده لازم اللعيبه تفهم بشكل كبير، انك انت النهارده لما بتلعب في افريقيا اي مباراه، سواء اذا كانت في الدور 32 او في الجروب ستيج او حتى في قبل النهائي والنهائي، كل مباراه كل هدف بيجي لك له قيمة كبيرة جدا، كل هدف بتضيعه برضه عليه قيمة. صحيح. كبيرة جدا بالنسبة لك. 2-0 غير 3-0، الموضوع مختلف تماما. 2-0 يعني في برضه هناك قيل وقال، ما تعرفش الحكم للمباراة ظروفها، الجو. صحيح. طبيعته، جو حر هناك، الجو هيكون سيء، أرضية الملعب ممكن تكون سيئة جدا جدا جدا. النادي الأهلي السنة اللي فاتت اتغلب بره ملعبه، كان الشوط الأول يقدر يكسب، اتغلب الشوط الثاني، وكنا ممكن نخرج من البطوله من بدري فاهم. صحيح. فعايز اقول لك ان هي قيمه الاهداف النهارده، اللعيبه لازم يبقى تركيزها عالي جدا حتى في المباريات الصغيره. المباريات الصغيره دي خد بالك اوقات كتيره جدا هي دي اللي بتخرجك، مش المباريات الكبيره. طبعا. بطبيعه الحال المباريات الكبيره التركيز فيها بيبقى عالي جدا، استعدادك بيبقى عالي جدا. صحيح. الحوافز اللي موجوده عندك بتبقى عاليه، عكس المباريات الصغيره اللي بتلعبها التركيز بيبقى اقل شويه، الحافز بيبقى اقل شويه، بتلعب فرقه ضعيفه مالهاش اسم مالهاش مسمى، حتى المدير الفني كمان ممكن ما يقدرش يشرح كتير عن الحاجات اللي موجوده، عن البوينتس الموجوده عند الفرقه اللي قدامك. فبالتالي اداء اللعيبه داخل الملعب لازم هم يبقى عندهم تارجت ان انا لازم اكسب وبسكور عالي عشان ابقى كمان مرتاح هناك نفسيا، مرتاح في الاداء داخل الملعب هناك. فالنهارده لا، النادي الاهلي كسب، ولكن كان ممكن يبقى الاداء افضل من كده، كان ممكن يبقى فيه اهداف اكتر من كده، كان ممكن المستوى الفني كمان يبقى افضل من كده. المستوى الفني ممكن بيتطور مع الاهداف اللي انت بتسجلها. النهارده مروان محسن بيسجل هدف بتلاقي بقى عنده ثقه، ناصر ماهر سجل هدف بقى عنده ثقه، فالاهداف دايما بتديك ثقه اكتر بكتير جدا، بتخليك كمان مطمن، ما عندكش مشكله دفاعيه. النهارده لو مسجل ثلاث، يعني في كره النهارده كان ممكن تتسجل لو تعبت بالعرض وحد مكمل كان ممكن هدف في النادي الاهلي، تربك لك كل الحسابات بتاعتك. في حين ان انت قدرت توصل للجول اكتر من 6-7 مرات الشوط الثاني، الشوط الاول وصلت للجول برضو اكتر من 8 مرات، ولكن قيمه الاهداف هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، تركيز طول 90 دقيقه.